الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعين الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية من جديد بانطلاقات هذا المساء الخاصة بانطلاقات سن اللقاية لهجن أبناء القبائل شوطر 11، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، حاملا لنا في طيات اللقاية الأبكار والخمسة كيلومترات. جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة نيسان بترول ستيشن اكس اي مقدمة للفائز بالمركز الاول في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام، نبدأ ونسير مع البداية مع المركز الاول مع صدارة الشوط، اول الاسماء المفتتحة للنداء والاذاعة في هذا الانطلاق والمسار المميز. هنا الضبيلي فرج بن حمد بن علي البريس المري من يقدم لنا تحدياته المميزة، بينما الدخول من الجانب الآخر هنا تصل الهلالية لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني مع المركز الأول، غيرت في هذه اللحظات المركز الثالث. نتابع التقدم والوصول مشاهدين الكرام، اللي واصل توجيه مسعود بن محمد بن راشد آل جفران المري، والمركز الرابع وصلت في هذا الانطلاق والمسار المميز عسيلة أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي، بدأ يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال تقدم عسيلة في هذا المسار المميز والجميل. المركز الخامس تدخل في هذه اللحظات من شعار المتحدي القادم في هذا المسار مقدما لنا مشاهدينا متابعين الكرام هنا في هذا المسار المميز والجميل القادم هنا في هذا الانطلاق بشاير سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي مقدما لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال أيضا تقدم بشاير في هذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعين الكرام، الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن لنا عودة مع البداية، نعود مع الصدارة مع المركز الأول، القيادة مع الهلالية، من تقود الأسماء؟ محمد بن ناصر بن شافي القحطاني من يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة من خلال تقدم الهلالية مع المركز الأول، من تقود الأسماء والتحديات الأولى في هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثاني نتابع هنا المها، من تصل بشعار الإمبراطور محمد بن علي بن قريع المري من يقدم لنا انطلاقة المها في هذا الانطلاق والمسار المميز. بينما المركز الثالث الوصول والتقدم في هذه اللحظات من بشاير لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي المتحدي مقدم لنا شعاره وتقدم أيضا بشاير في هذا المسار. بينما رابع المراكز وصول من الشاهينية مبارك بن حمد بن مبارك النابض يصل مقدما لنا شعاره في هذا المسار وتقدم الشاهينية مع رابع المراكز. المركز الخامس من تصل هنا أذكار، تصل في هذا المسار لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي الجنرال مقدما لنا تحدياته المميزة والجميلة. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار مشاهدينا متابعين الكرام. الله يا سلام، السيارة نيسان بترول ستيشن بالانتظار مشاهدينا متابعين الكرام من سعيد الحظ الذي سيحظى بهذه الجائزة الثمينة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. عودة مع الصدارة مع المركز الأول مع شعارك القحطاني اللي تقود الأسماء مع الهلالية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني مع الصدارة. بينما أتابع هنا بن قريع بدأ يضغط على الصدارة من خلال تقدم المها لمحمد بن علي بن قريع مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصلت هنا الشاهينية لمبارك بن حمد بن مبارك آل نابت مع ثاني التحديات في هذا المسار المميز. المركز الرابع تصل بشاير لسالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، والمركز الرابع وصول وتقدم شعار الزعبي القادم هنا في هذا المسار مع أذكار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. بينما الوصول وصلت في هذا المسار وتقدمت مشاهدينا الكرام اللي قادمه هنا بشعار الشهواني القادم في هذا المسار المميز. إذن مشاهدينا الكرام نعود إلى البداية، نعود مع الصدارة مع المركز الأول. الله
اوه يا سلام، هنا شعار القحطاني يقدم لنا الهلالية مع الصدارة، مع المركز الاول، مع البداية. الله الله الله، تابع وشوف مشاهدينا الكرام هذه المنافسة الكبيرة في هذا الانطلاق والمسار المميز. بوابة الكيلو متر الاخير تستقبل الاصايل، تستقبل هذه الاسماء الكبيرة الحاضرة والمشاركة في هذا المسار. الهلالية مع البداية لمحمد بن ناصر بن شافي القحطاني، بينما اتابع شعار ايضا اللي قادم مع المركز الثاني الشاهنية، مبارك بن حمد بن مبارك آل نابة المركز الثالث، تحرك شعار الزعبي وتقدم في هذا المسار مع انطلاقة ايضا وحضور اذكار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، شعار الامبراطور قادم مع انطلاقة وحضور المها محمد بن علي بن قريع، وصل بن منانة يقدم لنا تحديات بشاير في هذا المسار، سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي، بينما الوصول والقدوم من الرياضية عبد الله بن غانم بن سعيد العلم الخيارين. الله يا سلام، ولكن الزعبي، الزعبي مع الامتار الأخيرة، مع الامتار المجنونة يقدم لنا تحديات اذكار في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام، شوف وتابع، بينما وتابع هنا القدوم ايضا من الشاهنية مبارك بن حمد بن مبارك النابة المري يقدم لنا شعاره، بينما الوصول من شعار الخيارين مع المركز الثالث والمركز الرابع بن منانة، ولكن الزعبي، الزعبي سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا تحديات اذكار، اذكار مع الامتار الأخيرة، الامتار المجنونة، بينما شعار ايضا مبارك بن حمد بن مبارك النابض يقدم لنا تحدياته، هنا شعار بن هاملة الحاضر في هذا المسار، ولكن الزعبي، الزعبي الجنرال، تهانينا والناموس على فوز اذكار، سلام اذكار، سلام، سلام الى سعيد بن راشد الزعبي من قدم لنا اذكار في هذا المسار، تهانينا والناموس، واسعد الله مساك المركز الثاني. المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني الشاهيني لمبارك بن حمد بن هاملة، المركز الثالث كان الوصول والقدوم من المهال محمد بن علي بن قريع، المركز الرابع، المركز الرابع وصلت بشايل لسالم بن سعيد بن منانة، المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من الرياضي عبد الله بن غانم الخيارين. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط، مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا هذا الشوط، 7:37 او 27 اجزان 7:37. تهانينا والناموس سعيد بن راشد الزعبي، بينما المركز الثاني كان الوصول مع ثاني المراكز، المركز الثاني الشاهنية توقيتها الزمني 7:28 29 جزم من الثانية، تهانينا والناموس لمبارك بن حمد بن هاملة، بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام هنا المها توقيتها الزمني 7:29 90 جزم من الثانية، تهانينا والناموس لامبراطور محمد بن علي بن قريع المرد.